المزيد أيضا ينضم إلينا من مدريد الدكتور طارق النجار عضو الجالية المصرية في أسبانيا. دكتور طارق بعد التحية، يعني حدثنا عن اليوم الأخير للعملية الانتخابية، ماذا عن نسبة الإقبال على صناديق الاقتراع في مدريد؟ أولا صباح الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين كلهم. لليوم التالي على اليوم الثالث على التوالي يتفاقد المصريين بشكل جيد جدا على مقر اللجنه الانتخابيه في مدريد، والامور بتسير بشكل ممتاز وبيسر في اللجنه، والحمد لله. يعني حاجه مشرفه وحاجه بتعكس فعلا اراده المصريين للمشاركه في الانتخابات الرئاسيه في مصر. النهاردة يوم إجازة أسبوعي في إسبانيا، هل في نوع من أنواع التنسيق مع الجاليات المصرية في إسبانيا لسهولة الوصول إلى المقر الانتخابية وتسهيل عملية الإدلاء بالتصويت؟ طبعا، يعني احنا من فترة تم الترتيب والتنسيق في ترتيب عملية الانتقال من الأماكن البعيدة لمدينة مدريد، اللي طبعا مدريد زي ما حضرتك عارفه ان هي في السنتر بتاع اسبانيا، ففي مسافات بعيده بينها وبين كل المقاطعات الثانيه، فسهلنا على الناس وصولهم للجنه بتوفير وسائل المواصلات المريحه والمرفهه اللي الناس تيجي بيها تدلب باصواتها. عدد الجاليه المصريه في اسبانيا دكتور طارق تبلغ قد ايه؟ في حدود من 5 ل 6 آلاف. يعني عدد ليس بكبير. طيب، يعني ما أكثر الفئات المتواجدة والحريصة الآن على التواجد بداخل السفارات للمساهمة في عملية الإدلاء بالصوت والاقتراع؟ أجمل حاجة في هذه الانتخابات اللي أنا شفتها، يعني حضرت السابقة، هي شبابي بشكل كثيف يوصل ل 80% من المشاركين. هل تحدثت مع الشباب المتواجدين، وهل هم من الدارسين ام هم من المقيمين في اسبانيا؟ من الاثنين، من الدارسين ومن الجيل الثاني، الجيل الثاني اللي عايش في اسبانيا ومقيم في اسبانيا. هل لاحظت يا دكتور طارق ان في نوع من انواع ربط الجيل الاول والجيل الثاني بالوطن الام ومعرفه ما يحدث في مصر من تطور في عمليه التنميه الشامله وغيرها، سواء ايضا على المستوى الخارجي وعلاقات مصر الخارجيه وتطورها في هذه الفتره؟ طبعا، يعني هناك علم من ومتابعه من جانب الشباب لما يحدث في مصر داخليا وخارجيا. طبعا، ما هي حضرتك وزاره الهجره يعني وعلى راسها سياده السفيره سهى الجندي، دايما دايما بيعملوا لقاءات للجيل الاول والجيل الثاني في مصر، ويطلعهم مع كل المستجدات اللي بتحصل وتحصل في مصر، وبيحطوا كمان مصر للاماكن الجديده وقناه وبيشاركوا كمان في المؤتمرات اللي هي الوطنيه. حاجه جميله جدا طبعا، وده من كان ده جزء من الحاجات اللي ربطت الجيل الثاني بمصر. يعني هل يعني واجهت الجاليات المصريه في مدريد اي صعوبات في عمليه الادلاء بالتصويت؟ على الاطلاق، كل حاجه بتتقدم بشكل جيد وكل الخدمات ميسره للناخبين، حتى السفاره فتح الاعمال القنصليه لجميع الناخبين اللي جايين من اماكن بعيده لانهاء اي اجراء قنصلي خاص بيهم، يعني عشان برضه ما يرجعوش تاني مدريد في اي يوم تاني. يعني حقيقي لا، في خدمات مقدمه لكل الناخبين بشكل جيد وعلى بنفس المساواه. نعم، الدكتور طارق النجار عضو الجالية المصرية في مدريد بإسبانيا، شكرا جزيلا لحضرتك.